عيد التجسد الإلهي، كيف ممكن أن يكون الله قد تجسد؟ كبرنا على مبدأ أنه الله بعيد جداً والإنسان موجود في مكان آخر، فبيعبد الإنسان خالقه من خلال ممارسة طقوس معينة، وكل مذهب أو دين له طقوسه في عبادة هذا الإله المسمى الله. لكن ما المقصود في عيد التجسد الإلهي؟ القصد أن الله الحقيقي ليس ببعيد كما اعتقدنا، لكن قد نزل وصار بشراً لكن بدون خطية، آخذاً صورة إنسان حتى يتحدث ويصل إلى قلب الإنسان. نعم، الخالق القادر على كل شيء والذي لا يعسر عليه أمر دخل عالم الظلام لينوره، جاء ليهب الحياة لكل من فقد الرجاء. مكتوب عنه أنه فرق، أعطى المساكين، شفى منكسري القلوب، أحيا الموتى، فتح أعين العمي، وحرر مأسورين وأطلقهم من عبودية إبليس القاسي المذل، رفع وأرجع حق واعتبار المرأة من مكانها الدني اللي وضعها في العالم الصائر. هذا هو الله المتجسد اللي دخل عالمنا منذ 2000 عام، وها نحن اليوم نحتفل بذكرى ميلاده. أخي وأختي، إن كنت مولود لعائلة مسيحية بالوراثة، للأسف أنت ما رح تقدر تتمتع بتجسده، بل فقط بالطقوس والجلسات اللي تحت عنوان ميلاد المسيح أو عيد الميلاد. لكن إن أردت أن تحتفل به وتختبر كل ما جاء ليمنحك إياه، فعليك أن تقبل رباً ومخلصاً لحياتك وألا تراه فقط طفلاً في المذود. وإن لم تولد لعائلة مسيحية وتربيت بحسب الفكر اللي بيرفض فكرة التجسد الإلهي معتبراً إياها كفراً أو شركاً، فأرجوك تسأل نفسك هاي الأسئلة: كيف ممكن أن تخلص من الدينونة الآتي على العالم؟ 2، هل أنت مطمئن من ناحية أبديتك؟ ببساطة، هذا ما أراد الله فعله من خلال تجسده، أن يطلب ويخلص ما قد هلك. نعم، اسمه يسوع اللي معناه مخلص أو الله يخلص، وكما كتب عنه ليس بأحد غيره الخلاص. إن أردت أن تتمتع بخلاصه وأن تدرك معنى تجسده وبالفعل تحتفل بالميلاد، أرجوك افتح قلبك وصلي بلسانك هاي كلمات: يا رب يسوع، أشكرك من أجل تجسدك لأنك فيه أظهرت المحبة الكاملة من نحوي أنا الخاطئ. أعترف أني بدونك هالك ومصيري الموت الأبدي، ومن اليوم أعطيك قلبي وبسلمك حياتي لكي تملك أنت وفقط أنت عليها. آمين. بدعوك ترنم معي كلمات الترنيم اللي جاي، وبصلي حتى تكون سبب بركة وتعزي إلنا جميعا.
أبصر نورا عظيما. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسد لأجلنا. الموتى يقومون، العمر يبصرون، والموتى يقومون، والأسرى يطلقون، والمساكين يبشرون. المجد لك أيها المسيح.